ورجعنا لكم تاني مع الجزء التاني من برنامجنا. الجزء ده بيهم ناس كتير، بيهم شباب كتير. طبعا برحب بعبير. اهلا عبير، اهلا محمد، اخبارك ازيك؟ ايه؟ تمام، كله تمام الجزء التاني جزء مهم جدا. هنتكلم عن ايه؟ عن الإذاعة. الإذاعة ده انت عارف عالم تاني، عالم من السحر والخيال. سواء انت كنت معد، سواء انت كنت مخرج، سواء اي حاجة في الإذاعة، ده عالم تاني خالص. فعشان كده احنا مستضيفين النهارده وتشرفنا في الاستوديو الإذاعية الكبيرة. يعني انا مش عارفة بصراحة ان انا اتكلم عنها ازاي، بأعمالها والحاجات الكتيرة اللي هي عملتها. فدلوقتي يا محمد، الإعلامية أو الإذاعية الكبيرة الدعاء الدعاء كامل، كامل مدير الموسيقى والغناء بالبرنامج العام ورئيس تحرير مجموعة من البرامج. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا، مشرفانا. اتشرفنا بحضرتك محمد، ربنا يخليك. الإذاعة عالم مختلف، عالم له طبيعة خاصة وله سحر وجمال. اللي بيشتغل في الإذاعة لازم على ما أعتقد يعني يتسم بهذا السحر والجمال. الإذاعة ليها سحر خاص، ودايما فعلا بتشغل خيال الناس. يعني تبقى مش عارف اللي بيكلمك يا ترى شكله إيه، يا ترى لابس إيه. وكل طبعا حاجة بيكون ليها، كل برنامج بيكون له سمة خاصة بيه جدا يعني. وبعتقد أنه الإذاعة بيبقى فيها حب كده وعلاقة خاصة ودفى مع المستمع كده، وبيحصل كده ألفة، نوع من الألفة والحب والود قوي عن طريق الصوت تحديدا. الصوت كمان بيبقى معبر ومؤثر جدا جدا. عشان كده الأصوات الإذاعية، طبعا احنا اتربينا على يعني أصوات إذاعية هايلة الحقيقة، ولغاية دلوقتي تقريبا في وجداننا متشبعين بيهم، واصوات هايله. ايوه هايله الحقيقه. انا اسال حضرتك سؤال، ليه اخترتي العمل الاذاعي بالذات؟ دي موهبه ولا دراسه ولا هي دراسة؟ الحقيقه صدفه. صدفه. ولكن صدفه بعد ما حصلت انا اكتشفت ان هو ده اكيد. انا كنت يعني وحقيقي ده انا عشقي للاذاعه من زمان، لان انا متربيه على حب الاذاعه، على يعني تقريبا الطفوله تقريبا. دايما لما اقعد احكي لاولادي كده اقول لهم ان ما كنتش مرتبطه بالتلفزيون قد ما احنا كنا مرتبطين بالاذاعه. بيفكرني حبك للاذاعه برنامج بيتقدم في اذاعه البرنامج العام من اسمه الراديو صديقي. الراديو صديقي طبعا للجميله منى بطاح، للاعلاميه منى بطاح. انت وانت بتتكلمي بتحسسيني ان انت ضيفه في هذا البرنامج. هي الفكره الحقيقه هايله. وفكره راديو صديقي، فانت عارف انت فعلا احنا بنتكلم الاذاعه زي بقول لك كده، هو نوع من انواع يعني الود والالفه كده مع المستمع. فهو الراديو صديقي فعلا، الراديو كان صديقنا كلنا زمان. تمام. طب كلمينا عن الاخراج والاعداد الاذاعي. انا كنت بس عايزه اكمل فكره انها كانت صدفه. لانه ما كانش هو انت عندك معلومات كتير وعايزين نتكلم. هي كانت صدفه ليه؟ لان انا دراستي موسيقى. حلو. انا دراستي الاساسيه موسيقى. فما كانش وارد خالص، ولا انا خريجه اعلام ولا ولا ولا، ولكن كنت شغاله كمان في الجامعه تقريبا، كنت معيده لمده سنه ونص كده، وده سلك بقى الكارير الجامعي، ده حاجه تانية خالص، مختلف بقى تماماً. مختلف تماما يعني. وبعدين طبعا لقيت نفسي لا مش هكمل، يمكن ما حبيتش كمان التدريس، فكره التدريس. فانا عشان كده بقول لك انا يعني حسيت ان انا بحب اكيد العمل الاذاعي ده من زمان، بس انا ما كنتش واخده بالي يعني. فصدفه كده بحته انه كان في مسابقه، ماما سمعت المسابقه فقالت لي انه في كذا، فدخلت الاختبارات، فكانوا محتاجين التخصص بتاعي في الاعداد. فالحكايه بقى مشيت من هنا، واحدة من واحدة سنه واحدة 96 واحدة. بالتدريج كده، والحمد لله يعني الحمد لله تقريبا مارست كل عمل اذاعي، اعداد اخراج تقديم، واخدت دورات وكورسات كتير. ولكن هو عملي الاساسي الحالي دلوقتي مدير الموسيقى والغناء، وطبعا ده علشان دراستي يعني، ما هو بقى بالتوفيق مع الدراسه. طيب تقديم اعداد اخراج انه اصعب؟ هو طبعا التقديم، عشان اكون صريحه معاك. لان المايك زي الكاميرا برضو ليهم رهبه. تمام. وخاصه لو بيبقى على الهواء،
بيبقى فيه رهبه طبعا. ده طبعا حضرتك بتقولي ان هو ممكن يحب يعني انت تحببي الناس فيكي او من كده فجاه ان هو يكرهك. ده فعلا ده جزء مهم قوي يعني فكره انك ممكن يبقى عندك قبول او لا الواحد من الصوت مش لازم انت توصلي الشكل كمان قدامك. البرامج بقى الفتره اللي فاتت في التاريخ ده عملتيها وايه اسعد حاجات انت عملتيها؟ الحقيقة الحمد لله أنه قدرت أعمل مجموعة من البرامج كلها تقريباً أسماءها وده بشهادة الحياة يعني أساتذتي بقى طبعاً يعني رؤسائي وكده كلهم وزمايلي والمستمعين طبعاً لأن المستمعين الحقيقة يعني ليهم كل التقدير والحب والاحترام الحقيقة وتشجيعهم ده دايماً بيدفعني للأمام ودايماً بيخليني فعلاً حريص على ان مستواي يكون في برامجي ثابت ما يبقاش فيه كل اللي بقدمه تقريبا بقدمه بهدف ان هم يسعدوا الحقيقه. انا عارفه ان حضرتك بتقدمي في برامج بتقعد بالخمس وست سنين. ده حقيقي ست سبع ست سنين يعني ست سبع سنين يعني لا بيبقى في مجموعه كبيره عدد سنوات من النجاح كمان. الحمد لله كلها وعامله اسم ومعلم مع الناس. انا مخلي يعني. عبير تتكلم علشان شهادتي مجروحه. عارفه حضرتك من يعني من اكثر المشجعين والمتابعين من رؤانا يعني حابه الكلام معاه فعلا يعني. الفكره انه البرنامج كمان بيكون دايما فكره واعداد واسم يشد بالذات الاذاعه اسم البرنامج الاذاعي يشد او في الحمد لله ربنا يمكن من عليا بنعمه جميله اللهم لك الف حمد ان الاسماء بتاعت البرامج كلها ساعه فرحه طبعا ده برنامج مستمر ولكن يميش مسا وده لما اتصل مثلا بحد زي انا عملت سهرات مع عمر خيرت ده برنامج رمضاني تحديدا فعمر خيرت عيل حجار جمال بخيت سيد حجاب راح اطلع عليه لا مجموعه كبيره جدا يعني حنان ماضي يا مش ميسا ده كان السنه اللي فاتت ده تقريبا في رمضان اللي فات ست سبع سنين على التوالي في رمضان فلما اتصل مثلا بعمر خيرت الموسيقار الكبير الرائع واقول له يا مش ميسا فهو ما بيحبش قوي التسجيل الكتير مش عارف فيروح قايل لي ايه ده ايه خفه الدم يعني الحقيقه ايه الاسم الجميل ده طب انا هسجل معاكي عشان خاطر الاسم ده والحقيقه يعني بتبقى انا حاسه انه مكاسب كبيره جدا الحمد لله مجرد انه يبقى في اسم حلو بيشد لا بتبقى ايه رايك المعد الاذاعي بيتعب علشان بالذات لما يكون هو بيعد وبيخرج للعمل بيتعب علشان يجيب نجوم جدا وهنا بقى بيكمن صعوبة الإعداد تمام. إنك تقدر تعمل فكرة وإنك تختار الضيف وتشتغل عليها يمكن قلت في الأول إن التقديم صعب التقديم عشان فكرة المواجهة والرهبة تمام. ولكن الفكرة لما بتكون حلوة والإعداد بيكون متذاكر كويس قوي والموضوع في حاطين كده بوينت كده نقط كده بنقول ده هنبقى كده ونبدا بقى نعمل تطفيره حلوه كده الحكايه ماشيه ازاي فطبعا ده يعني لا ده موضوع بقى ما بيبقى صح بتبقى الحكايه طب حضرتك عملتي برامج كتير مفيش موقف كده حصل لك لسه لغايه دلوقتي فاكراها في البدايه في نص المشوار بتاعك تحكي لنا عنه؟ كل برامج الحقيقه بحبها جدا كلها تقريبا معلمه في الذاكره ولكن من ضمن سواء ضيف سواء من يمكن اخر برنامج فني عملته كان نقول من يناير اللي فات كان دوزان يا فن وكان اول حلقه مع الموسيقار الرائع هاني شنوده فاولا حب جدا اسم البرنامج واثناء تسجيل انا كنت الحقيقه معده مش مقدمه البرنامج كانت مقدمه البرنامج صديقه يعني لان انا معظم برامجي في البرنامج العام تحديدا بقوم بالاعداد والاخراج فانا كنت معد ومخرج في البرنامج ده في دوزان يا فن الموسيقار هاني شنوده اولا يعني اثنى جدا وشكر في اسم البرنامج وقال مين العبقري اللي عامل دوزان يا فن دي شهاده ان الحقيقه ممكن ما قطعتهاش في المونتاج وسبتها زي ما هي كده مين اللي قال اسم البرنامج لان ده اسم متخصص وحلو قوي فني دي نقطه النقطه الثانيه كنا بنتكلم فيها كانت تقريبا بعد فكره جائزه بتاعه مسلسل اسمه رامي اللي كان اخذ جولدن جلوب في كان مسلسل رامي ده مسلسل اجنبي يعني اخذ جائزه الجولدن جلوب فالفكره انه كان في التتر بتاع المسلسل
موسيقى اللي هي صدى الملاعب، التتر الشهير لصدى الملاعب، او اسمها في الحقيقي لونجا 79. فلما قعدت اتكلمت معاه واتكلمنا كده، فمن خلال البرنامج قال لي انا بعلن دلوقتي انه البرنامج من هنا، ان الموسيقى دي بدل ما هي اسمها لونجا 79 انا هقول ان هي اسمها موسيقى رامي، اللي هو الممثل اللي قام هو ممثل مصري امريكي عايش يعني بره، وعمل البرنامج ده واخد جايزه كبيره وكده. فانا بعلن من خلال البرنامج هنا انه كذا كذا. فده موقف كان الحقيقه هايل جدا. وعايزه اقول لك ان تواصلنا بعد كده مع يعني بعت حتى على الانستجرام وكده على الشاب رامي الممثل ده، وكان فرحان جدا بالتسميه دي والتواصل الجميل ده يعني. لان الحقيقه فعلا حتى وقت استلام الجايزه الاجانب كلهم في وقت يعني في وقت استلام الجايزه يعني وكده ما كانوش يمكن يعرفوا ان الموسيقى دي لهاني شنوده، ولكن هو موسيقار عالمي فعلا بجد وعبقري يعني. فكله قام وقعد يرقص ويهايص، هم مش عارفين الموسيقى دي بتاعت مين. بس للاسف الجيل ده مش عارف مين هاني شنوده. يعني بس هو الحقيقه يمكن ده بقى دورنا، علشان كده انا بقول ان احنا دورنا الاذاعي بقى، احنا مفروض ان هو الفن يعني رسالة، وفعلا العمل الإذاعي برضو لازم يكون رسالة وبيحمل قيم كتير، ولازم نعرف الشباب بقى الجديد زي ما احنا طبعًا. يعني انا طبعا ببعت رسالة للفنان هاني شنودة، لانه اول عمل او تتر إذاعي ليا كان من ألحانه. الله، حقيقي شخصية جميلة جدا، فنان بكل ما يحمل، خلوق الحقيقة جداً وفنان جداً. ويعشق الإذاعة، ده حقيقي، بشكل ده حقيقي بشكل الحقيقة. طب عايزين من حضرتك بقى رسالة لكل الشباب اللي بيحبوا الإذاعة، يعني هل الإذاعة لغاية وقتنا هذا مع كثرة القنوات الفضائية هي رقم واحد؟ أنا شايفة أنها رقم واحد مع تعدد الإذاعات كمان. يعني هو على فكرة بقت الإذاعات الخاصة موجودة، والإذاعات على الإنترنت كمان موجودة بشكل كبير جدا، لكن أنا شايفة أنها ما تسحبش البساط أبدا من تحت رجلين الإذاعة في أي وقت من الأوقات خالص، ولو حتى كان في فترة سابقة. لا هي بعدين يعني تقريبا معظم الوقت في العربية دلوقتي الساعات اللي الراش اورز كلها تقريبا طبعا. احنا في العربية بنسمع اي حد هيجيب اي حاجة هيحبها، يدور مؤشر الراديو على الإذاعة دي اول حاجة، ويقعد بقى لا يعني بفرد لها في اليوم ساعات وساعات يعني. طبعا احنا بجد بجد يعني فقرة من اهم واسعد الفقرات. عايز اقول لكل المشاهدين ان احنا عملنا مجهود جبار علشان الإذاعية دعاء كامل تبقى موجودة معانا. لا أنا سعيدة جدا والله بجد بالحوار والمقابلة بجد احنا بنشكرك، وإن شاء الله يبقى الفقرات المرات اللي جاية وأنت معانا نسمع مسامع من الحاجات اللي معمولة، لأن في اللي أنا عارفه أن في نوادر وحكايات وموضوعات تستاهل أن مشاهدينا كمان يسمعوها من خلال البرنامج. طبعا احنا بنشكرك ونتمنى على طول ان انت تكوني موجوده معانا ان شاء الله. اصدقائي احنا بنشكر الاذاعيه دعاء كامل مدير الموسيقى والغناء بالبرنامج العام على انها سمحت لنا انها تكون معانا ومعاكم، وان احنا نعرف دور الاذاعه ودور مهم للاذاعه المصريه. شرفتينا، الله يخليك، ميرسي جدا. اصدقائي نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل انا وعبير في انا وهو، ونشوف يا انا يا هو. طيب بشكركم، فاصل ونرجع تاني على طول.